أهالي يافا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كروان من جديد، ذكرني المكمل اليافا وبلدية تل أبيب يافا. تعلمكم ابتداء من اليوم كل مؤسسات الدولة الرسمية والعامة تعمل بشكل طوارئ، يعني ما في استقبال للجماهير في مراكز الخدمات بالمركزي شروط. تم تسريح كافة العمال من العمل في القطاع العام. يمنع من أصحاب المطاعم والمقاهي استقبال الزبائن والجلوس للوجبات داخل وخارج المطعم، لكن يسمح تقديم الوجبات عن طريق خدمة التوصيل المشلوخين أو أخذ الطعام بطريقة التيك أواي. وبذكركم ممنوع اجتماع 10 أشخاص وما فوق. انتبهوا، البلدية ستخالف كل من يتجاوز ويخالف التعليمات. نعم، البلدية تمنح تسهيلات لأصحاب المصالح التجارية. لمزيد من التفاصيل يوجد تصفح موقع البلدية. أما الرسالة الأهم هي كبار السن، يمنع منعا باتا تعريض كبار السن بخطر انتقال عدوى الكورونا لهم، وهذا بالطبع لعدم اتخاذ إجراءات الوقاية. مثلا العلاقة القريبة بين الأحفاد والأبناء مع الجد والجدة. بذكركم أن الأولاد الصغار عندهم جهاز مناعة أقوى من جهاز المناعة لكبار السن، فلا تعرضوهم للخطر. توصي وزارة الصحة الحفاظ على مسافة 2 متر على القليلة بيننا وبين الكبار بالسن. 3، هناك كثير من الأشخاص اللي بتراوح جيلهم بين 10 إلى 20 سنة اللي يحملون فيروس الكورونا وهم لا يشعرون، فيش عندهم أي عوارض للمرض، يعني هم مش عارفين إن هم حاملين فيروس الكورونا. فياريت هدول الأجيال يبعدوا عن كبار السن كمان مرة بدناش نعرضهم للخطر. وأخيرا بحب أذكركم ببعض النقاط المهمة. 1، توصي وزارة الصحة بعدم الخروج من البيوت إلا في حالات خاصة زي شراء مواد غذائية أو أدوية أو لتلقي خدمات صحية مستعجلة. 2، الامتناع من استخدام المواصلات العامة يعني التخبرات بوريت. 3، مهم جدا غسل وتعقيم الأيدين ما أمكن. 4، بحب أذكركم بعوارض المرض. 1، ارتفاع حرارة الجسم. 2، ضيق التنفس. 3، السعال. فكل شخص بيشعر بواحد من هدول العوارض مطالب عدم الذهاب إلى صندوق المرضى، ما يروحش للكوبات غليم. يرجى فورا الاتصال لنجمة داود الحمراء 101 مجين دافيد أدوم. شكرا لكم وبتمنى لكم الصحة والعافية.